السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ تمام الحمد لله، اهم حاجة اكون بخير ان شاء الله. ان شاء الله بكرة المدارس، وربنا يا رب ينجحهم ويقويهم على المدارس ان شاء الله، وعلى طارق شوقي بالذات. ودلوقتي احنا هنعمل الملوخية بمكنة الملوخية. طبعا في أغلبية الناس يعني متعرفش يعني ايه مكنة الملوخية، لكن انا كان عندي مكنة ملوخية ما كنتش بستخدمها، كنت بجيب الملوخية اللي هي الأكياس الجاهزة كده، كنت بستسهل. فطبعا جيت طبعا بعد ما النيش بتاعي توفي رحمة الله تعالى، فطبعا اكتشفتها اللي هي عندي الماكينة دي، طلعتها وقلت ايه اشوفها يعني استخدمها. فطلعتها رحت رايحة جايبة ملوخية. طبعا الناس كلها عشان ما بتجيب الملوخية بتقطفها، وبعد ما تقطفها بتغسلها وبتحطها تنشف يعني. انا بقى اوريكي نشوفها تنشف بسهولة وتتخرط بسهولة. تعالوا معايا كده، بس طبعا لو انتوا عندكم وش مخدة، وش تربيع كده يعني بتاع طقم السرير قديم مش عاوزينه، بتخلوه مثلا للملوخية، بتجيبوه كده. هو عندي وش انا، بس انا ايه ايه خفيف يعني، مش عاوز حاجة تخينة يعني، عشان انا ايه مجرد ما ايه احطه ينشف. بصوا كده ده وش. فانا هعمل ايه بقى، هعمل ايه، هحط طبعا الملوخية انتوا شايفينها، خليكم معايا كده، هلبس الملوخية. بصوا الملوخية هتلبس كده، طبعا هتلبس انا لبستها الايه مش كده بس، لا بصوا انا لبستها ايه كده حلو. فما لبستها ده هروح مفضية الملوخية جوه، فضيت الملوخية جوه اهي كده، الملوخية كلها دلوقتي اتفضت في الكيس من جوه. بصوا طبعا انا فضيتها فين اهي، كلها كده في الكيس، كيس المخدة، احسن حد يحطها في كيس بلاستيك ولا حاجة تعرق منه تبوظ على طول. هي كيس كيس قطن كده، حاجة تكون قطن جدا عشان ايه تشفط المية بتاعتها، وفي نفس الوقت ايه تنشفها لنا. طبعا انا عبيتها. انت بتعبي المخدة ازاي؟ ما بتيجي تفكيها مثلا لو عندك مخدة بتفكيها. بص انا ايه انا كده ايه اهو كده، كده انا اهو بص حطيتها فين، لحظة معايا بقى. طبعا رجعت لكم كده كده بعد ما حطيتها، طبعا هي الملوخية اللي قاعدة جوه كده، بعد ما حطيتها فردتها كده في كيس المخدة عشان ما فيش ترابه تنزل عليها، ولا معلش يعني انت بتحطوها في البلكونه مثلا او في شباك ولا حاجه، ترابه عيل يحتف حاجه تنزل عليها عشان تبقى مطمئنه وانت بتاكلي. بس كده بعد كده حطيناها، هنمسكها كده بطبوسين، هنعملها كده بطبوسين مع الحبل، وهنحطها في حبل المنشر كانك بتنشري غسيل، بس هتتنيها، هتخلي الحته اللي مفتوحه طبعا هي اللي من فوق، كانك بتنشري تيشرت من فوق كده بدبوسين، وهتلاقي هي نازله من تحت، مفيش ربع ساعه وهتلاقي الملوخيه بتاعتك ناشفه. وهوريكم المكنه، هوريكم المكنه اللي هي بتخرط الملوخيه بسهوله. لحظه واحده كده معايا. طبعا انا نشرتها اهي، شايفين ان انا الفكره اللي انا بقصد اقولها لكم ايه، يعني انا نشرتها، انا نشرتها الملوخيه. بصوا متكونه فين، دي ملوخيه مفيش يعني 10 دقايق وعشرين انا شفت تنشف، وعاملها لكم في المكنه ووريها لكم. لحظه رجعت لكم تاني بعد ما الملوخيه نشفت، وتعالوا شوفوا ماكينه الملوخيه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي الماكينه اهي، ماكينه صغنونه بس ايه يعني، مقولكوش على بسم الله ما شاء الله على سريعه السرعه. طبعا دي الماكينه، طبعا هوريكوا بقى ايه هي هتشتغل ازاي. لحظه واحده، بص انا حطيتها
بسهولة عملت ازاي. خلاص الملوخية كده ايه، طبعا الملوخية هنحط حبة تانيين، بصوا كده احلى حاجة في الملوخية ما تكون ناشفة، ما بتزحلقش ولا اي حاجة ولا تعمل علامة ولا اي حاجة. طبعا الماكينة دي انتوا كلكم عارفينها اكيد، طبعا هي قديمة لكن مريحة. انا طبعا دي بعد ما نيش اتدمر طلعت حاجة تعوضني شوية عن النيش اللي اتدمر، لقيت ايه حاجة من بعد ما اتجوزت مشفتهاش الصراحة، يعني حاجات كان عندي حاجات طبعا السن اللي اتكسر حبيت اطلع بداله، فطبعا دي كانت مكنة متشيلة. سر المطبخ مع جودي وادهم. دلوقتي طبعا اهو خلصت الملوخيه كلها الحمد لله. طبعا المكنه اهي كمان عشان اللي مش عارف المكنه، بصوا اهي طبعا اهي سحبت الملوخيه اهي 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 طبعا طبعا انا ايه عشان لما اجي اسقطها في الحله بتبقاش مكلكعه. بص انا بعملها ايه بقى، اهو كده اهو كده 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 كده. انا خلاص حطيت لها الطشه بتاعتها، لكن قلت ايه اوريها لكم. بص كده اهو اهو يعني كده الملوخيه خلاص خلصت، وبالهنا والشفا على ياكلها واللي عليه يشوفها. متنسوش اللايك والاشتراك ومع السلامة. ندعو طبعا لماكنة الملخية. بصوا الحلاوة، بصوا الحلاوة والطعامة، بصوا ايه رايكم بقى، قولوا لي ايه رايكم، المكنه خساره فيها ولا رخيصه؟ خلي بالكم مش غاليه، يعني مش هتعمل 20 جنيه.